غزال المسك هو ذلك الحيوان الهارب بين الصخور والأشجار من الصيد والافتراس، فهو محط أنظار البشر والحيوانات المفترسة على السواء. المفترسون من الحيوانات يريدون لحمه الشهي، أما الصيادون من بني البشر فيريدون المسك، ذلك العطر النادر والذي لا شبيه له ولا نظير من حيث الجمال وطيب الرائحة. ويعتبر المسك واحدا من أهم أنواع العطور التي تستخرج من الحيوانات، ومن أهم وأفضل أنواع المسك على الإطلاق هو مسك الغزال. غزلان البسك، وهي غزلان صغيرة تندرج من عائلة سيرفيداي فصيلة أرتيوداكتيلا، وهي حيوانات خجولة منعزلة، حيث تعيش غزلان المسك في المناطق الجبلية من سيبيريا إلى جبال الهيمالايا، وتتميز بآذان كبيرة وذيل قصير جدا، ولها مرارة ولا يوجد لها قرون. لونها بني رمادي، ولديها شعر هش طويل، طولها واقفة من 50 إلى 60 سنتيمتر للكتف وأعلى قليلا عند الأرداف. لدى الذكور منها أسنان طويلة في الفك العلوي تنزل من الفم، كما أن لها أنيابا ولها عضو ينتج المسك يدعى جرب المسك، يوجد في بطن غزال المسك، ويستخدم المسك المستخرج منه في العطور والصابون. غزال المسك من الحيوانات الخجولة جدا والمنعزلة، لهذا السبب فإن مهمة العثور عليها تكون دائما صعبة ومتعبة. تعيش في الغابات والجبال كمرتفعات الهيمالايا وجبال التبت وسيبيريا والشمال الغربي للصين. يعد مسك أنثى الغزال من أغلى وأفضل أنواع المسك، وهو المسك الأسود. يراقب الصيادون أنثى الغزال لفترة طويلة من الزمن ليتأكدوا من صحتها، ويتم صيدها في موسم معين من السنة. المسك صنف من العطور الفاخرة في العالم، مستخرجة ذات أساس حيواني. له تأثير سحري في مساعدة جسم الإنسان على الاسترخاء. المسك الأصلي يكون جافاً ولونه أسوداً ومائلاً أحياناً للون البنفسجي. سطحه ناعم وله مذاق مر. المسك ذو الجودة العالية كان يحفظ في مزهرية مصنوعة من الذهب أو من الفضة أو من النحاس، ويوضع في الممرات وقاعات الاستقبال في قصور الملوك. المسك عبارة عن غدة تقع بين المعدة والأعضاء التناسلية، ويكون على شكل كيس صغير مغطى بالشعر عند ذكر الغزال المسمى بغزال المسك، الذي يبلغ طوله من الأنف إلى الذيل المتر الواحد، ويبلغ طوله عن الأرض بنصف المتر. يتميز بشهرة الرمادي الطويل. أما عن كيفية استخراج المسك، يمسك الصيادون الغزال ويستخرجون كيس المسك منه، يجففون الكيس تحت أشعة الشمس أو يغطسوه في زيت ساخن جدا. ولكن الخبر الجيد هو أن المسك يمكن الحصول عليه من غير أن تقتل هذه الحيوانات البريئة. عندما يمتلئ كيس المسك فإنه يسبب للغزال الألم والحكة الشديدة، مما يضطره إلى حك جسمه بالصخور الحادة والقوية للتخلص منه. يسقط كيس المسك على الأرض أو يظل ملتصقا بالصخور ويكون في وضع ممتاز. يجمع الخبراء هذه الأكياس التي تسمى بفأر المسك، وتعتبر هذه الأكياس نادرة جدا. تختلف جودة المسك حسب المكان، فالمسك الموجود في الصين والتبت من أفخر وأفضل الأنواع، ويحتل المسك النيبالي والسيبيري المركز الثاني. أصدرت معظم هذه البلدان قوانين صارمة تمنع قتل غزلان المسك، لأنها على حافة الانقراض بسبب جشع الإنسان وطمعه بالمسك. هناك حيوانات أخرى يستخرج منها المسك، نذكر منها على سبيل المثال فأر المسك أو ما يسمى ماسكارت، نوع من القوارض التي تعيش في الشمال الأمريكي، معروف منذ القرن 17 بغدته المسكية، واستخرج المسك منه في عام 1940، ولكنه لم يلقى رواجا تجاريا. وتوجد أيضا حيوانات أخرى يستخرج منها المسك، مثل بط المسك الموجود في جنوب أستراليا وقوارض الزباد. وتوجد أيضا غدتان من المسك عند التمساح، ويوجد أيضا المسك عند الأفاعي. يمتلك مسك الغزال العديد من الفوائد العلاجية المفيدة للجسم، منها يستخدم في علاج الكثير من الأمراض الجلدية مثل الصدفية والإكزيما والحساسية والحبوب التي تظهر على الجلد. يمكنك الاستفادة منه عن طريق دهن المنطقة المصابة بالقليل من المسك مرة أو مرتين في اليوم. يعالج أوجاع الرأس والشقيقة
وذلك من خلال تدليك منطقة الجبهة والرقبة والصدر واستنشاق المسك مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، يمنع التوتر والاكتئاب ويحد من عدم القدرة على التنفس عن طريق تعطير منطقة الصدر والرأس مرتين أو ثلاث مرات يومياً، يقلل من فرص الإصابة بسرطان الرحم. يستخدم كمثبت للحمل، يخلص الجسم من آثار دم الحيض الفاسدة، يحد من رائحة العرق من خلال القضاء على البكتيريا المسببة لرائحة العرق الكريهة، يساهم في علاج مشاكل الزكام. يعتبر مسك الغزال من المقويات الجنسية الفعالة، يقلل من سرعة نبضات أو خفقان القلب، يساعد في الحد من الالتهابات الخفيفة والإفرازات المهبلية المزعجة، يساعد في فتح الشهية، يستخدم كمثير قبل الجماع لكلا الطرفين. علاج العديد من الأمراض التي تصيب الشعر مثل تساقط الشعر وشفافه، مطهر طبيعي للمناطق التناسلية، مضاد حيوي للفطريات والبكتيريا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.